الحق مش هنقول. ايوه سيبس. طب سيبس انت في الباب العربيه وطلع هنا حالا. سيبس مراتي؟ ايوه. طب روح 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 عطلها روح عطلها ولا اي حاجه. ولا مؤاخذه مساء الخير. نور استاذ. معلش انا اسف حطب منك طلب بس ارجوك تسمعني. انا مراتي حضرتك بتكره ان انا اسهر في اي حته، ما بحبش الحكايه دي خالص. وانا ماشي. معلش انا اقول لحضرتك على حاجه. انا لا انا في صديق مكسيكي جاي لي. مكسيكي؟ اه من مكسيك. وانا بيني وبينك جبت دي علشان اديها لاي صديق ليا يعمل الشخصيه دي عشان بس اعدي الليل عشان اسهر معاه. بحرماني من السهر وحرماني من اي حاجه وحرماني ان انا اخرج بره باب البيت. فمعلش هي حته الحب منها زياده بس. فانا بستاذنك ان انت تبقى المكسيكي وما تتكلمش. انا لا حضرتك وانا مؤاخذه مش فاهم مش هتتكلم مكسيكي خالص. مجرد تقعد حضرتك وانا اللي هتكلم. انا بعرف مكسيك كويس. نفترض قلت مثلا دي بولز دي ستاري مثلا باترمونيا هتروح لي باترمونيا. ايه باترمونيا ده؟ يعني تقول لي اخر كلمه هي وصلت. معلش خليها كده. شندويلي تقدر تقول لي بتعمل ايه هنا؟ ايه ده انت بتجسس عليا ولا ايه؟ ايوه بجسس عليك بالفرد بلعب في عيب يا شندويلي. ما انت ليك ثوابت قد كده. ما تزعقيش ما تزعقيش في ناس موجوده كده. ها وده بقى رجل الاعمال المكسيكي اللي انت قلت لي عليه؟ اما انا كنت هقول لك اهو اساليه حتى مستر فيسكوني اتروزي تي بلاتي دي غايس دي ديليز اترو باترمونيا 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 شفتي؟ باترمونيا اهو قال لك باترمونيا. طب خليه يوريني البطاقه بتاعته لو هو مكسيكي صحيح. بطاقه ايه؟ بطاقه ايه؟ البطاقه بتاعته. ده المكسيك كلها 30 واحد وعارفين بعض دول اصحاب كلهم 30 نفر هيشيلوا بطاقه ليه؟ ما يشيلوش بطاقه طبعا. مستر فيسكوني دي برودي دي شوستي اترازون باترمونيا 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 شفتي؟ خليه المفتاح خليه يورهوني. هو بيشتغل كونفاري كان مفتاحها مستر فيسكوني. حاضر بس اهدى عشان الناس. مستر فيسكوني ادروزي دي شانزي دي مطلوب دي شانزي باترمونيا شانزي باترمونيا باترمونيا باترمونيا. انا كل اللي فاكراه ان انت قلت لي صاحبي المكسيكي اللي هو رجل الاعمال طويل وشعره اصفر. ده شعره اصفر يا شندويلي؟ رد عليا. ايوه كان. وده احمر كمان. كان فعلا كده. بس هو لما السجن قعد مسجون في بلدهم 3 سنين جوه السجن. هو محكوم عليه كان ب8 سنين. فهرب بعد 3. كان تهمته انه بيسرق البيوت وبيهجم على الخزن. وابن خالته كان نادورجي. دلوقتي انت عايزه ايه بالظبط؟ عايز اعرف انت بتعمل ايه هنا؟ بعمل ايه بقابله علشان انا فاكر انت ال 10,000 دولار؟ اه طبعا فاكرها. خدتهم منك؟ ايوه. مش كده؟ ايوه خدتهم مني بعمرك ما قلت لي اعمل لك مشروع يا حبيبتي. طيب هو خدهم مني ونصب عليا. نصب عليا في 10,000 دولار وانا قاعد معاه عشان اخدهم منه. اقول لك على حاجه؟ بيقول لي انه صرفهم على قمصان وبنطلونات وجاب حاجات هدايا لاصحابه وكمان الموبايل ده بفلوسنا. والموبايل ده كمان بفلوسنا؟ يا استاذ في ايه؟ باترمونيا. باترمونيا مين يا انتوا ناس؟ بتكلم مصري؟ اوعى. استنيني بس ثانيه واحده. اتفضل. بيدوروسي بيكر زابتون بيدودو باترمونيا؟ باترمونيا. ديروسي دو بيكاسي كيني باترمونيا؟ باترمونيا. 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 شفتي؟ خليه يطلع لي كارنيه المصلحه بتاعه. مصلحه ايه؟ هو بيشتغل كونساري مصلحه ومع ذلك ساري واحد. بيروزي كاجي دي فور تابو ايديك عادي باترمونيا؟ باترمونيا. 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 لي كورت روتاتو؟ باترمونيا. لي كورت روتاتو؟ باترمونيا. لي كورت روتاتو؟ باترمونيا. صدقتي عشان بس انا ما اكذبش عليك. مكسيكي صاحبك ده مش كان طويل وشعره اصفر وعينيه خضرة؟ ايوه ما هو ده. ده بذمتك ده؟ هو بس هو حصل له ظروف. ايه الظروف اللي حصلت له؟ هو اساسا حرامي فراخ. كان يسرق الفراخ مسكوه اتسجن. بعدين؟ 10 سنين سجن ما يخرجش كده؟ اهو انت مش مره اديتيني 10,000 دولار؟ ايوه يا بابا ساعه ما قلت لي يا حبيبتي اعملك بيه مشروع كبير. صرفتهم عليه وفلوسك عنده اتصرفي معاه انا ماليش دعوه بيك. باترمونيا.
الحنا يا مشدوي. في ايه يا سبسه؟ طب سبسه بتدفع العربيه طالعه هنا حاجه. سبسه مراتي جايه هنا؟ اه جايه دلوقتي حاجه. حاول تعطلها ولا حاجه. اتصرفوا. يلا اتصرف. مساء الخير. مساء الخير. ولا مؤاخذه انا في موقف كده حاصل، بس ربنا يخليك حاول تقف جنبي فيه لو تكرمت. خير فيه؟ بس مراتي بتقفل العربيه وجايه على هنا. لما تيجي ايه المشكله؟ ما انت مش عارف لما تيجي تعمل ايه. دي هتبهدلني لانها بتزعل جدا، لانها بتحبني حب ما تصوروش حضرتك. وعشان بتحبك هتبهدلك؟ ايوه. ليه ما تحبش تخليني اخرج من البيت خالص حضرتك؟ لازم افضل قاعد في البيت. انا بطهق بقى، ما بنزل اقعد شويه مع اصحابي او كده، فهي بتزعل جدا. بس فانا الحكايه وانا نازل اشتريت الكاسكيتة دي مكسيكي، لان انا بسافر المكسيك كتير. وعايز الاقي صديق ليا هنا بس يلبس في الكاسكيتة كده في حاله دماغه عشان لو طبت عليا. انا طبت دلوقتي مفيش حد معايا. طب انا ذنبي ايه انا حضرتك؟ لا بس استاذن حضرتك، انا بفهم كويس جدا في المكسيكي. يعني وبتكلم مكسيكي، يعني اقول لك مثلا كوريتيرو ديرابا. نعم. يعني اللغه المكسيكي مش هتفهمها حضرتك. كيلو نيتو بوستر تاتو تاتو بطرمونيا. انت بس هتقول اخر كلمه، لو سافتك بتقول بطرمونيا مثلا او اي كلمه، ما انا بقول اخر كلمه. اقول بطرمونيا مثلا؟ يعني ايه بطرمونيا؟ بطرمونيا يعني زي اوكي، يعني اوكي زي اوكي خلاص هتمشي. بس انا بستاذن حضرتك بس تلبس دي بس 5 ثواني. لا مش هلبس حاجه. انا مال انا ذنبي ايه؟ ما تروح تصالح مراتك ولا تعمل معاها اي حاجه. انا مش زعلان معاها، بس حطها كده. لا حضرتك مش هحط حاجه. في ايه؟ معلش حضرتك مش هحط حاجه قلت لك. معلش حضرتك يا عم شيل البسله اللي انت جايبها لي دي. في ايه؟ سندويلي. ممكن اعرف سهران هنا بتعمل ايه لحد دلوقتي؟ سمسمة وطي صوتك، في ناس. يعني ايه وطي صوتي؟ بالافار بيلعب في عيد يا شندويل. بيتو لوزي كاستيلو لوديرو بطرمونيا. بطرمونيا. طب لو هو مكسيكي صحيح خليه يوريني بطاقته. بطاقة ايه؟ بطاقة ايه يا سمسمة؟ ده كلهم 25 نفر هناك في المكسيك. ده هم 3 عائلات. ده انا حفظت اساميهم، تحب اقولهم لك؟ واحد اسمه كريسارتو، واتيسوفير، حاسي كيرافو، ريتشاس. اقولهم كلهم مثلا ولا ايه؟ صدقيني انا ما بكذبش عليك. شندويلي الراجل ده مش مكسيكي، والكلام اللي انت بتقوله له هو بيرد عليك ده مش داخل دماغي اصلا. ممكن تقول لي بقى ده يطلع مين؟ يطلع مين ايه؟ مستر فيسو. مستر فيسو وده مكسيكي. في ايه يا سمسمه؟ مالك بتشك فيا ليه؟ اهو مكسيكي خالص. ماله؟ هو اساسا اتسجن لانه كان حرامي غسيل. ده خد 8 سنين سجن، فخرج زي ما انت شايفاه كده. لا كفايه بقى لحد كده. لا برطمانيا ولا مش برطمانيا، ولا الكاسكاسكا المكسيكي بتاعتك دي. ايه دي؟ الكاسكاسكا المكسيكي. ده رجل الاعمال المكسيكي صديقه؟ ايوه. مستر فيسيكو بليز ديوروتي باوسي برطمانيا. برطمانيا. بطرمونيا. بطرمونيا. أريلي بطرمونيا. بطرمونيا. أهو قال لك بطرمونيا. أنت قلت لي إن صاحبي إن رجل الأعمال المكسيكي اللي أنا رايحة أقابله رجل طويل وشعره أصفر وعينيه خضر. ما هو قدامك يا سمسمة، هو ده. ده مين؟ ده هو. ده المواصفات اللي قلت لي عليها؟ أيوه ده المكسيكي هو ده. بس هو حصل له ظروف. حصل له إيه؟ أصل هو في بلده في المكسيك كان بيسرق جزم. ايوه كان بيسرق جزم، فاتمسك في قضيه خد 10 سنين سجن. خرج كده. انت فاكره 10000 دولار؟ طبعا وانا انساهم. انت مش اديتهم لي؟ ايوه ال 10000 دولار اللي قلت لي يا حبيبتي اعمل لك بيهم مشروع. نصب عليا وخدهم، فانا قاعد معاه دلوقتي عشان اتفاهم في الحكايه دي معاه. بس افهمي بقى ادي الحكايه. مستر فيزيكو بديوفو تي كاسو ديريو بطرمونيا. بطرمونيا. بيرو تي شاتو بطرمونيا. بطرمونيا. ليكوزي بطرمونيا. بطرمونيا. ليكارسي بطرمونيا. بطرمونيا. ديرولا تي بطرمونيا. بطرمونيا. ليجو فيش سيكور بطرمونيا. بطرمونيا. كل حاجه بطرمونيا. اولا الموبايل بتاعك الفخره دي اتصورت اكيد. تحب حضرتك تذيع؟ قول زيع. ما تزيعش. لا 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 مفيش مشكله خالص طبعا. لا حضرتك زيع طبعا. زيع زيع زيع. شكرا يا شيخ. اتفضل دي بقى هديه مني. شكرا شكرا. بطرمونيا. بطرمونيا لا دخلت عليا الصراحه. يعني مزيع. لا تحت امركم مفيش مشاكل. اللقطات اللي واخدينها كلها طبيعيه، والاكثر انا وانت وهي، انا وانت وهي وهي. خلي بالك هنصور وانت ولا على بالك.